أهلاً بكم في حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلابنا دفعة الأمل. طلابنا الخريجون، أنتم عماد هذا الوطن، عماد هذه الأمة، وعوامل الرفع عليها، صخرة العلم الراسية والأعاصير عاتية. اليوم يزدان الكون جمالاً وبهاء بكم. هو العراق، هو الذي كل من فيه حفيد نبي، كأنما كبرياء الأرض أجمعها تدمى إليه، فما فيها سواه أبي. من هو يقال معزيك هل ننزل قمر وقتين؟ لو نفضل قلبي انك ترددت، بس عشق عشق موضوع وعشق الناس كلها مسافر وسكته. البطل عزام عماد. الحمد لله والفضل له والمنة، ونحن نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الثامنة من طلبتنا طلاب مدارس أكاديمية المعرفة العراقية، ونحن رفعنا شعار التميز في الإبداع، التميز في النجاح، ونتائجنا تدل على هذا، والفضل لله أولا وأخيرا. الدفعة هذه إن شاء الله الدفعة الثامنة، تتبعها الدفعة التاسعة، ومستمرون في النجاح، مستمرون في التميز، في إنشاء جيل عراقي متميز يرتبط بوطنه، يحب وطنه، ويفتخر بعراقيته. هذه الدعوة يعني جعلتنا نتذكر يعني خصوصا ما تضمنتها من فقرات ومن فعاليات ذكرتك يعني، ونحن دائما نتذكر يعني بلدنا العراق الحبيب وما فيه من آلام وويلات، وشاركت أو ساهمت هذه المدرسة المباركة في أن تخفف علينا آلامنا وتخفف علينا هذه الغربة لما تبذله من فعاليات، كي نشعر باللمة الواحدة والعائلة الواحدة. فنحن يعني فرحانين جدا لهذه الجمعة وهذه اللمة وهذه المناسبة، وكأننا في بلدنا العراق لما امتلأت القاعة من العوائل العراقية. كبداية أحب أشكر قناة الموصلية لأن جيتوا حضرت الحفل ويانا، وأحب أشكر كل كادر أكاديمية المعرفة العراقية في إسطنبول وبرئاستهم الأستاذ صهيب حمودات، وأحب أشكر كل كادر المدرسين برئاستهم الست القديرة، ست مدرسة الفيزياء ست نوال حسن. يعني تجربة شوية صعبة إنه بالغربة برا البلد ومتخرجين، فهو الوضع يعني مؤلم شوية، بس الحمد لله وشكر عديناها، وإن شاء الله نرفع رأس أهلنا ورأس المدرسين ورأس الأكاديمية ورأس الشعب العراقي همتين برا خارج العراق. الاحتفال كان جدا رهيب، والصراحة يعني نحن نشكر مدارس أكاديمية المعرفة العراقية اللي هي تعتبر مدرستي منذ 5 سنوات، وشكر أيضا للكادر أكاديمية المعرفة العراقية. كنت أتمنى أنه أتخرج في العراق العظيم اللي هو بلدي، كان بالنسبة لي نقص يعني فإن شاء الله يكون أيام القادمة يكون بالعراق وتخرج بالعراق. حاب أتقدم بشكري لمدارس أكاديمية المعرفة اللي ما قصرت ويانا بأي يوم، هي وكادرها التدريسي المتميز. أحب أخصص شكر للمدرسين الفيزياء والرياضيات لأنه ما قصروا ويانا، لو ما كثرت الامتحانات اللي امتحناها ما كان ضبطنا المادة. أحب أشكر والدتي ووالدي على دعواتهم وتعبهم وجهدهم طبعا ويانا، لو ما تعبهم ما كان وصلنا لليوم اللي احنا بيه، ولا كنت انا واقفه هنا حاليا واقدم هذه الكلمات. احنا كطلاب يعني الوزاره شيء مو سهل، بس هم خلونا يعني
فشي الكلمات متوصفة يعني هو ساعدوني كل شيء هواي، وكانوا يعني لحظة بلحظة وتدريبات والامتحانات الوزارية والبراكتسز اللي خلونا نسويهم بالصفوف وياهم، عبارك إنه إحنا يا أهلنا يحاولون يحسسون إنه إحنا مو بغربة، ويعني كل شيء سووا على مودنا ما نقدر، إيش قد ما نحكي ما نقدر نشكرهم لأنه ما قاعد يحسسون إنه إحنا بغربة.